occupied their lives during the struggle for independence. The mausoleum stands as a symbol of resilience, courage, and national pride. It attracts visitors from around the world. المجتمع المدني لولاية بدنا، الفرق المشاركة في مهرجان المدرسة الدولي، الأسرة الإعلامية، فنانين وضيوفنا. Welcome everybody. السادة الحضور، اهلا وسهلا بكم معنا جميعا اليوم في حفل افتتاح الطبعة الرابعة من مهرجان مدغشقر السينمائي.